أهلا بكم مشاهدينا في فترة جديدة ومتجددة عبر شاشتكم مشروق الأخبارية. الفترة والأخبارية كل الأخبار نواكب من خلالها الحدث، وسنناقش معكم متابعينا الأكارم الحدث وما وراء الحدث من مختلف زواياه. إذن وزير السكن الذي تحدث عن بداية تطبيق برنامج تنموي لولاية تيسم سيلت قال إن الولاية، وهذا في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيسم سيلت، قال إن برنامج التنمية لولاية تيسم سيلت نشرع في تطبيقه، وهذا رفقة والي ولاية تيسم سيلت ورئيس المكتب الولائي. 100 مليار دينار لتجسيد 90 مشروع تنمويا لفك العزلة على ولاية تيسم سيلت، هذا بتعليمات من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهذا بعد عقد اجتماع للحكومة بولاية تيسم سيلت. وكشف فيه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 100 مليار دينار لإنجاز قرابة 90 مشروعا تنمويا في إطار تجسيد البرنامج التكميلي لهذه الولاية. نتحدث كذلك ما أكده الوزير أيمن بن عبد الرحمن أثناء ترأسه لاجتماع الحكومة بولاية تيسم سيلت، قال إن إحداث نهضة اقتصادية واجتماعية وفي كل المجالات على مستوى ولاية تيسم سيلت التي تعاني من تخلف في التنمية لم تستفيد كما ينبغي من المشاريع التنموية المهيكلة، وأبرز أن القطاعات التي استفادت من عدة مشاريع هامة هي أولا قطاع الأشغال العمومية، الموارد المائية والمنشآت الكبرى، والتي من شأنها فك العزلة نهائيا على الولاية لضمان توفير المياه الصالحة للشرب والمياه للري. 17 قطاع متابعينا الأكارم وزاري من أغلفة مالية استفادوا على غرار الفلاحة، التنمية الريفية والثقافة والتعليم العالي، السياحة والتربية وحتى الداخلية، إلى جانب قطاعات أخرى طبعا بهدف إعطاء البعد النهضوي لولاية تيسم سيلت. ما يقارب سنة على عقد هذا الاجتماع بولاية تيسم سيلت التي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مع أعضاء الحكومة التي قطعت أشواط وصولا لما شرع فيه وزير السكن والعمراني والمدينة محمد طارق بالعريب، الذي شرع في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيسم سيلت رفقة والي الولاية والي ولاية تيسم سيلت وكذلك رئيس المجلس الولائي لذات الولاية. في نقطة أخرى كذلك أحيطكم علما متابعينا الأكارم أن برنامج عمل الوزير الذي قال إن ولاية تيسم سيلت تحصي برنامج سكني مقدر ب 23872 وحدة سكنية، وحصة الأسد منها موجهة للسكن العمومي للإيجار، و 12990 وحدة سكنية موجهة لذات الفئة. بالنسبة للسكن الريفي كذلك أشار الوزير أنه استفاد تيسم سيلت 8071 سكن ريفي، وهذا قد تم تسجيل 8203 سكن بعنوان سنة 2022-2023 موزعة عبر مختلف الصيغ السكنية. أشواط قطعتها الحكومة في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذه الولاية، برامج تنموية في قطاعات وزارية مختلفة بغلاف مالي قدر ب 100 مليار دينار جزائري، وهو مبلغ هام بالنسبة لحجم ولاية واحدة. إلى أي مدى ساهم ذلك في فك العزلة على هذه الولاية، هذه المشاريع التنموية إلى أي مدى ستساهم بالنهوض التنموي بولاية تيسم سيلت؟ إن كان ضيفي جاهز دعوني فقط أرحب به عبر الهاتف مباشرة. أرحب بالسيد عبد القادر عزيز نائب المجلس الشعبي الوطني لولاية تيسم سيلت، إن كان جاهزا دعوني أرحب به. نعم أهلا بك معنا، مساء الخير سيدي. أهلا بك أختي العزيزة وأهلا بكل السادة المشاهدين. طيب لو نتحدث عن المقاربة الجديدة في تسجيل مشاريع قطاعات مختلفة بولاية تيسم سيلت بعدما عقد بها اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول
أيمن بن عبد الرحمن، 100 مليار دينار جزائري مبلغ هام بالنسبة لحجم ولاية، ما رأيك بالأشواط التي قطعتها مختلف المشاريع التنموية بولاية تيسم سيلت تطبيقا لتعليمات الرئيس؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعيد التحية إليك أختي فاضلة وإلى كل السادة المشاهدين. وكممثل للشعب ونيابة عن كل سكان ولاية سيسيل، دعني أقول لك أن كل سكان ولاية سيسيل جد فرحين ومسرورين بهذا الاهتمام الخاص الذي أصبحت توليه الدولة الجزائرية لولاية سيسيل، هذه الولاية المجاهدة وفي نفس الوقت هذه الولاية التي كانت منسية لفترات ولعقود طويلة. الآن احنا بدينا نشوف انه الحمد لله سيد رئيس الجمهورية فكرنا وعطانا برنامج تكميلي، وراك ذكرت المبلغ 100 مليار دينار او 10000 مليار سنتيم. هذه المبالغ التي وجهت الى قطاعات حيويه وقطاعات تصب في 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 خدمه المواطن وفي سد العزله عن المواطن. كذلك بعد ما جاء اللقاء تاع الحكومه هنا في ولايه سنتيم شهر نوفمبر الماضي، نشوفوا بعدها الان اصبحت الان كاين نزلات وزاريه لهذه الولايه لاجل متابعه مدى تطبيق هذا البرنامج ومدى تطبيق الاجال في اقلاع هذه المشاريع. شفنا مثلا من قبل اسبوع او 10 ايام فقط كانت عندنا السيده وزيره التضامن وقفت على قطاعها وقفت على اهم المشاريع التي في قطاعها في والتي تدخل في اطار البرنامج التكميلي المخصص لهذه الولايه. كذلك اليوم شفنا كذلك وقفنا واحنا كنا حاضرين اليوم كذلك مع السيد وزير التكوين الذي زار اليوم ولايه سنتيلت ووقف على واقع قطاعه وواقع القطاع في البرنامج التكميلي لولايه سنتيلت. في بدايه اللقاء صباحا تم عقد لقاء لعرض الوضعية العامة لقطاع السكن هنا في ولاية سنتيلت. حضر اللقاء السيد الوالي وكذلك السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ونواب البرلمان بغرفتيه ورؤساء رؤساء المجالس البلدية وكذلك مدراء مركزيين وكل المديريات المعنية بقطاع السكن. هذا اللقاء أنا كنت حاضر معه وشفنا بأنه لقاء ثري جدا، قدم لنا أرقام ومعطيات التي ركزت فيها أختي الكريمة في المقدمة تاعك. ومن بين أهم المكاسب اللي خرجنا منها من اللقاء اليوم اللي نشوفه أنا كممثل للشعب هو لما السيد وزير السكن كانت له الشجاعة أنه أكدنا أو عرض علينا المشاريع الممنوحة لولاية في قطاع السكن والتي لم تنطلق إلى حد الآن. شفنا مثلا ما يقارب 6000 وهو رقم كبير ورهيب مقارنة بولاية سلسيل 6000 سكن بمختلف السياق، أنها مش لم تقلع الآن في الإنجاز. من بينها أكثر من 4600 سكن في سكن ريفي، ونحن نعرف أن ولاية سمسيلت كلها ولاية سكنية ولاية ريفية ولاية غابية. هذا اللي 4600 لم تقلع بأسباب بيروقراطية، ونحن نعرف أن الأمور هذه البيروقراطية منتشرة في كل ولايات الوطن بسبب أسباب بيروقراطية. لكن السيد وزير السكن أكد على وجوب إقلاع كل المشاريع المعطلة وكل السياغ المعطلة التي تقدر بحوالي 6000، أكد على وجوب إقلاعها قبل نهاية السنة. كذلك السيد الوالي الوافد الجديد على ولاية سمسيلت وهو مشكوره هنا من هذا المنبر، كذلك أكد للسيد وزير السكن وأكد للسادة رؤساء الدوائر أنه يجب أن تنتهي هذا المشكل عدم إقلاع هذه المشاريع 600 سكن. وقالها بالحرف الواحد، قالها عيب أنه 6000 سكن قاعدة معطلة والمواطن قاعد ما زال يقارع السكن. لهذا كان الكلام موجه بكل شفافية وكلام موجه مباشرة إلى السادة رؤساء الدوائر وإلى السادة رؤساء البلديات من أجل وجوب الإقلاع في هذه المشاريع وإطلاق هذه المشاريع والتي تقدر مثل ما قلت 6000 سكن. احنا في اللقاء الهامشي تاعنا في نهاية اللقاء تكلمنا مع السيد وزير السكن ومع السيد الوالي في دردشة هكذا على الهامش، قلنا له أغلب رؤساء البلديات، باش نكونوا صراحة، أغلب رؤساء البلديات لا يريدون الإمضاء على وثيقة تسمى الوثيقة الإدارية من أجل
شهادة إدارية من أجل أنه يمنح شهادة إدارية من أجل أن يستفيد المواطن من سكن ريفي، لأن الشهادة الإدارية فيها بعض الصعوبات القانونية التي ممكن يتعرض لها. أتمنى أن كاين تعليمة التي تمنح الغطاء القانوني للسادة رؤساء البلدية من أجل أن يمنحوا هذه الشهادة الإدارية والقانون يحميهم، وحملنا مسؤولية أننا نبلغ هذا الأمر للسادة رؤساء البلدية أنه القانون يحميكم وتعليمة السيد وزير السكن يحميكم. لهذا الآن لم يبقى أي عراقيل الآن أمام السلطات المحلية أنها تقنع في هذه المشاريع حتى إن شاء الله يستفيدوا منها سكان ولاية سمجل. هذا بخصوص اللقاء الذي عرضنا صباحا والذي قلنا أهم نقطة شفناها هو المشاريع المعطلة. كذلك أختي فاضلة، بعد ما كملنا هذا النقطة مرينا إلى نقطة أخرى وهو عرض مخطط تعلم القطب الحضري بمنقوش، وهذا الذي نعتبره سيكون مكسب كبير لولاية سمجل، وخاصة إذا تحقق ورسم وأخرج مثل ما هو موضح في الوثائق، لأنه شفنا اليوم مدينة جديدة تحمل كل المعايير. إذا حقيقة هذا الشيء اللي راهم في الوثائق كان على أرض الواقع، أنا نقول بصحة ولاية سمجل هذه المدينة الحضارية المميز جدا، والتي فيها فنادق، فيها محلات، فيها سكنات، فيها حتى أراضي تمنح للمرقين العقاريين من أجل أن يبنيوا سكنات عصرية للناس اللي باغي تشري ما عند المرقين العقاريين. قلت هذه الأرض تاع منطقة بومنقوش تم منحها 2000 سكن من طرف وزارة السكن والتي داخلة في البرنامج التكميلي. اليوم السيد وزير السكن رفقة السلطات المحلية أعطاوا إشارة انطلاق في إنجاز تهيئة الأرضية من أجل الإقلاع في المشاريع. ثم بعد ما كملنا مع بومنقوش، كذلك السيد وزير السكن قام بتدشين عدة مشاريع ثانوية ومدرسة، وكذلك بعض الأحياء التهيئة العمرانية. المهم أنا نشوف أنه قادر عزيز، لو نتحدث عن البرنامج الذي من شأنه إحداث نهضة اقتصادية تنموية اجتماعية في كل المجالات على مستوى هذه الولاية التاريخية الثورية ولاية تسمسيلت التي تعاني من تخلف التنمية ولم تستفد كما ينبغي من المشاريع التنموية المهيكلة حسب ما أكده الوزير. تعاني من تخلف في التنمية وتعاني من عزلة كبيرة. نحن دائما نقولها. ما رأيك في أبرز القطاعات التي استفادت من عدة مشاريع هامة في صورة الأشغال العمومية والموارد المائية والمنشآت الكبرى؟ في رأيك هل فعلا تستحق الأولوية في هذه الولاية؟ نعم، أهم المشاريع اللي نشوفوا أننا استفدنا منها في ولاية سمسيلت والتي ستنقل ولاية سمسيلت والتي ستفك العزلة عن ولاية سمسيلت، وهو في المشاريع التي جاءت في قطاع الأشغال العمومية والتي نذكر منها على سبيل المثال الطريق رقم 14 الذي يربط ولاية سمسيلت بخميس مليانة. هذا الطريق نحن نعتبره شرايين حياة لولاية سمسيلت، لأنه احنا ولاية سمسيلت ممكن الكثير لا يعلم أنها لا تبعد إلا 200 كيلومتر عن العاصمة هنا، يعني إذا حسبناها بمعدل السرعة ساعة ونصف ساعتين إذا كانت الطريق مليحة تكون في العاصمة. لكن للأسف الشديد بسبب أنه صعوبة التضاريس وأنه رداءة الطريق نأخذ أكثر من 4 ساعات باش نوصل للعاصمة. لكن إذا تم تحقيق المشروع الذي سيربط ولاية سمسيلت بالطريق سيار والمسمى رقم 14 في سمسيلت خميس مليانة الذي يربطها بخميس مليانة، إذا تم تحقيقه والذي تكلم عنه السيد رئيس الجمهورية في لقائه مع 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 الحكومة، وتكلم عنه السيد أيمن عبد الرحمن والغلاف التعاون المالي مخصص والدراسة الآن قريبة من الانتهاء. هذا المشروع إذا تحقق سيفك العزلة حقيقة عن ولاية سمسيلت، وإذا فكت العزلة عن ولاية سمسيلت راح سمسيلت تقلع تنمويا وراح تقلع اقتصاديا، لأن أنا العبد ضعيف. تواصلت مع الكثير من الاقتصاديين وجمعت مع الكثير من المستثمرين من مختلف ولايات الوطن، كلمت لهم على الإمكانيات الاستثمارية التي يمكن أن تكون في ولاية سمسيلت، لكن كلهم أكدوا أنه ما عندهاش مسالك اللي ممكن يخليهم يجوا لولاية سمسيلت. الآن لما يتحقق هذا الطريق رقم 14 إن شاء الله وتفك العزلة
ان شاء الله نجيب مستثمرين، نبنيوا مصانع ان شاء الله. هذا الامر ثم نفكروا ان شاء الله في اطلاع اقتصادي، نقضيه على البطاله، نشوف تنميه ان شاء الله تنميه محليه. كذلك من بين اهم المشاريع في اشغال العموميه هو طريق 127، وهو الذي يربط كذلك ولايه تمشيت بقصر بخاري مدينتهم البليده العاصمه كذلك، وهو طريق حيوي وحيوي جدا. اما الطريق الاخر الذي نتمنى ان يتحقق ونتمنى من الحكومه ان تمنحنا مستقبلا في المستقبل القريب، وهو الطريق الذي يربط ولاية تسمسيرة بشلب. إذا تم منحنا هذه الطرقات الثلاث، فنتأكد يا أختي الكريمة ويتأكد المواطن التسمسيرتي أن تسمسيرة ستقلع تنمويا، وأن تسمسيرة ليست تسمسيرة قبل هذه الطرقات. لهذا نتمنى إن شاء الله من الحكومة وكذلك من السلطات المحلية وكذلك من المنتخبين أننا نتعاون إن شاء الله من أجل أن نزيد من حنا الطريق رقم 19 الذي يربط تسمسيرة بولاية شلب وبيتمس بالميناء حتى يكون لتسمسيرة مسلك إلى الميناء. هذه أهم المشاريع. كذلك بغينا نتكلموا على المشاريع، كاين مشاريع كثيرة إذا بغينا نتكلموا عليها راح ناخذ الوقت كثير. كاين المشاريع التي تدخل في قطاع الصحة، مثلا مشروع 240 سرير الذي ستستفيد منه عاصمة الولاية إن شاء الله، وهو الذي سيكون إضافة كذلك لقطاع الصحة. مشروع كذلك 120 سرير ببلدية ثنية الحد كذلك الذي سيكون إضافة لقطاع الصحة، والذي سيفك الخناق عن المستشفى الكبير لبلدية تسمسيرت الذي هو حقيقة رديء نوعا ما. لما يجوا هذه الهياكل الجديدة إن شاء الله على الأقل قطاع الصحة يتنفس السعداء في ولاية تسمسيرت. وكذلك بغينا نتكلموا مثلا على المشاريع الرياضية، كاين ملاعب جوارية، كاين مسابح، كاين الكثير من المشاريع إن شاء الله التي نتمنى أن تغير على الأقل من ولاية تسمسيرت، وعلى الأقل تلتحق ولاية تسمسيرت بركب باقي الولايات. احنا مش راح نقولوا أن ولاية تسمسيرت بعد البرنامج التكميلي راح تكون مثلا ولاية في مصاف الولايات الكبرى، لكن على الأقل تلتحق بركب الولايات وتكون مثل باقي الولايات، على الأقل الولايات المجاورة لها. شكرا سيد عبد القادر عزيز نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تسمسيرت، شكرا لك جزيل الشكر. رأي المجتمع المدني كذلك متابعينا الكرام سنستمع إليه وسنبحث معه هذه النقطة عن تقييم لمختلف الأشواط التي قطعتها الحكومة الجزائرية في تطبيق البرنامج التنموي الاقتصادي والاجتماعي لولاية تسمسيرت الذي سطر قبل أشهر في إطار النهوض بهذه الولاية التاريخية الثورية في هيكلة المشاريع التنموية التي تعاني من تخلف التنمية ولم تستفد كما ينبغي من هذه المشاريع. اليوم بزيارة الوزير وزير السكن لولاية تسمسيرت البرنامج بدأ يرى النور، هل هو فعلا ضوء آخر النفق في بداية تجسيد مختلف البرامج التي تشمل الأشغال العمومية، المياه والمنشآت الكبرى في تفاصيل المخطط التنموي بتسمسيرت؟ سيد عبد الرحمن الناشط بالمجتمع المدني كان جاهزا، دعوني ورحب به. أحدكم فقط علم المتابعين الأكارم أن الغلاف المالي يقارب 100 مليار دينار جزائري، وهو مبلغ هام بالنسبة لحجم ولاية فقط في إطار الدفع بعجلة برامجها التنموية وتجسيد البرنامج التنموي التكميلي الهام الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذه الولاية التي استفادت وستستفيد من مشاريع قدرها 90 مشروعا في كل المجالات بهذا الغلاف المالي المذكور. الوزير كان قد أشار في الاجتماع للحكومة بالولاية ولاية تسمسيرت كان قد أكد أنه وجب إحداث نهضة اجتماعية اقتصادية تنموية في كل المجالات على مستوى ولاية تسمسيرت، وأبرز القطاعات التي استفادت من عدة مشاريع هامة بهذه الولاية هي قطاعات الأشغال العمومية، الموارد المائية، المنشآت الكبرى التي من شأنها فك العزلة على هذه الولاية نهائيا، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب ومياه الري.
كذلك بالنسبة لما أقره الوزير أيمن بن عبد الرحمن في هذا الاجتماع أنه 17 قطاعا وزاريا من أغلفة مالية سبق وأشرنا إليها على غرار السياحة والفلاحة والتنمية الريفية، الثقافة، التعليم العالي والتربية والداخلية، إلى جانب قطاعات أخرى. هذه البرامج التي تهدف إلى إعطاء البعد النهضوي لهذه الولاية، وخاصة من قطاعات البيئة، الطاقات المتجددة وقطاع الطاقة والمناجم. وقال إنه عرف تقدما ملموسا مع إعطاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذه التعليمات قبل أشهر، وقال أنه تم تسجيل عملية لإنجاز مجمع إداري يضم مقر الولاية بمختلف مرافقها. نعم، ورحب بضيفي الكريم عبر الهاتف الذي سأناقش معه مختلف النقاط المذكورة سلفا والتي أشرت من خلالها لعديد النقاط التي أكد عليها أعضاء الحكومة أثناء حضورهم لهذا الاجتماع قبل أشهر. السيد نور الدين غانس، ناشط في المجتمع المدني بولاية التسمسيل، رحب بك معنا، مساء الخير. مرحبا أخت، تحية لك ولأسرة شروق نيوز ولكل المشاهدين الكرام. مرحبا بك. 17 قطاعا وزاريا من أغلفة مالية قدرت ما يقارب ب 100 مليار دينار جزائري، ما رأيك وأي تقييم لكم أنتم كأعضاء بالمجتمع المدني في الأشواط التي قطعها تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاقتصادي الاجتماعي التنموي لولاية التسمسيلت؟ في البداية يجب تنويه إلى أنه هناك مجهودات كبيرة تبذل من طرف الدولة الجزائرية والسيد رئيس الجمهورية. المجهودات التي تبذل لا ينكرها إلا جاحد. زيارة السيد وزير السكن اليوم محمد طارق بالعريبي إن دلت على شيء فإنما تدل على اهتمام الدولة وعلى اهتمام السيد رئيس الجمهورية بولاية تسمسيلت. المواطن في ولاية تسمسيلت اليوم فرح ومسرور بمجرد الاهتمام بولاية تسمسيلت. لما نشاهد تصريحات السيد وزير السكن وهو يقول بأنه حوالي 23 ألف سكن استفاد منها ولاية تسمسيلت في مختلف صيغ، أغلبها سكن عمومي إيجاري، هذا أمر إيجابي يستحق أن نثمنه. الوزير أعلن أيضا منطقة بومنقوش مدينة جديدة تحتوي كل المرافق الضرورية وهو أمر ممتاز. تحدث أيضا عن السكنات المعطلة وهي نقطة مهمة جدا وأبدى امتعاصه من ذلك، فهذه النقطة تعتبر نقطة قوة ونقطة إيجابية. لما السلطات والدولة الجزائرية تصارح المواطن لما تكون كاين نقائص فهذا شيء وهذا أمر يستحق أن نفتخر به، لكن هذا لا يلغي أبدا ولا يعني أن النقائص غير موجودة. رغم كل المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية هناك بعض النقائص في بعض البلديات، ربما السبب في ذلك بعض المجالس المنتخبة التي لم تساير إرادة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الدولة الجزائرية، أو هناك أسباب أخرى إدارية أو بيروقراطية. في بلدية بوقائد مثلا لما نتحدث عن ملف السكن، هذه البلدية التي تحصي حوالي 10500 نسمة لم تستفيد منذ الاستقلال إلا من حوالي 84 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري. هذه البلدية تعاني أزمة سكن حادة جدا. استفادت في إطار البرنامج في إطار برامج الدولة الجزائرية البرامج التنموية من 200 سكن عمومي إيجاري، ولكنها لم تحصل لحد الآن على اقتطاع عقاري للمباشرة في إنجاز هذا المشروع. نتمنى أن تزاح هذه العراقيل مستقبلا وأن يتم حل مشكل الاقتطاع العقاري في بلدية بوقائد. في نفس الإطار لما نتحدث عن بلدية بوقائد ولما نتحدث عن مشكل الاقتطاع العقاري، نتمنى أن تمنح الدولة الجزائرية ترخيصا استثنائيا للمجلس الشعبي البلدي من أجل منح أو من أجل إنجاز تجمعات ريفية داخل المحيط الحضري. ما دام يقال بأن أغلب الأوعية العقارية وأغلب الجيوب العقارية المتوفرة في بلدية بوقائد هي أوعية غابية، فلما لا تحدث رخصة استثنائية من طرف السيد وزير السكن لبلدية بوقائد للحصول على تجمعات ريفية داخل المحيط الحضري، خاصة وأن الكثير من البناءات مشيدة في بلدية بوقائد مبنية بطريقة عشوائية، وبالتالي هناك بعض الجيوب العقارية وكأنها غير مستغلة ما بين هذه السكنات. إحداث رخصة استثنائية من شأنها أن تعيد الاعتبار وأن تحيي من جديد هذه الجيوب العقارية الضائعة. في بلدية برج بنعامة مثلا
حصلت البلدية منذ سنة أو سجلت سنة 2018 136 حصة سكنية في إطار السكن الترقوي المدعم ألفية، لم تنطلق ليوم الناس هذا. نتمنى أيضا أن تحدث حتى في بلدية برج منعامة رخصة استثنائية من طرف السيد من طرف الوزارة المعنية، سواء الوزير هذا أو الوزير الذي يأتي بعده إذا كان تغيير، أن تحصل على رخصة استثنائية لإحداث جمعات ريفية، لأنه البلدية بلدية برج منعامة لم تحصل على هذه الرخصة لأنها لا تنتمي لمناطق الهضاب العليا. السيد رئيس الجمهورية والسيد وحتى السيد الوزير الأول في زيارته قبل سنة لولاية شمسيت أكد إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في التنمية، وهذا هو نفس الأمر الذي نادى إليه السيد رئيس الجمهورية في العديد من المرات والعديد من الخطابات وكذا. رغم ذلك نشاهد للأسف الشديد بأن بعض المجالس الشعبية البلدية تحاول أن تغطي فشلها بالعمل على تحييد المجتمع المدني وتكميم الأفواه، رغم أن المجتمع المدني يستمد شرعيته من الشعب ويستمد شرعيته أيضا من القيادات العليا في الدولة الجزائرية التي توليه اهتماما بالغا. المجتمع المدني هو صوت الشعب الحقيقي، أي محاولة لتكميم أفواه المجتمع المدني هي محاولة لقتل صوت الشعب، وتعتبر تحدي صارخ لقرارات سيد رئيس الجمهورية وقرارات الدولة الجزائرية. نتمنى أيضا التركيز في الجانب، وأتمنى من الدولة الجزائرية أن تضرب بيد من الحديد كل مسؤول محلي يتصرف بهكذا طريقة مع المجتمع المدني. إذا كملخص، القول بأن برنامج تنمية تكميلي لم يؤتي أكله في تسمسيل أو لن يؤتي أكله في تسمسيل هو هروب عن الواقع، وهو محاولة لزرع وهم جديد. برنامج تنمية تكميلي قدم الكثير من الإيجابيات لولاية تسمسيل، لكن ما زال كاين نقائص. لما نتحدث خاصة عن بلدية منطقة لون شريس، بلدية بوقايد، بلدية الأزهرية، بلدية الأربعاء، برج منعامة، حمام سيد سليمان تم اللحت وغيرها، لا أريد أن أقول بأن هناك جهوية، ولكن أريد أن أقول بأنه ما زال قليل من بيروقراطية هنا وهناك. نتمنى من السيد الوالي الجديد الوافد الجديد في ولاية تسمسيت الذي نرحب به كنشطاء في المجتمع المدني، نقول له حللت أهلا ونزلت سهلا في ولاية تسمسيت، نتمنى أن تجد كل التسهيلات. نتمنى من السيد الوالي أن يرى في هذا الجانب أن يقتل كل محاولة لاستعمال ورقة الجهوية والبيروقراطية لصالح بلدية ضد أخرى. أشكرك جزيل الشكر سيد نور الدين غانس ناشط بالمجتمع المدني بولاية تسمسيلت لمناقشتك معي الملف الرئيسي. متابعينا الأكارم، بالنسبة لملف في نقاشنا الرئيسي للفترة الإخبارية انتهى، لكن الموعد الإخباري متواصل معكم في أخبارنا الرياضية بعد الفاصل. ابقوا معنا عبر شاشة شروق نيوز.